بشكر فخامة الرئيس على المباحثات الثنائية بمناسبة مرور 100 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل وبين مصر. اتفقنا على تطوير العلاقات بين مصر والبرازيل في المجالات المختلفة السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الصناعية، الزراعية. توافقنا على أن أهمية إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمسجونين وإدخال المساعدات للقطاع بأكبر حجم ممكن.